طيب سيادة الفريق، أنت تحدثت منذ قليل عن المبادرات، ونعلم أن المبادرات المطروحة ربما هي كثيرة من القوى الدولية وكذلك من الدول الإقليمية. ما موقفكم الآن من المبادرات التي تقدم؟ أولا الأخت العزيزة، يعني نحن لسنا مع استمرار الحرب، ولا نرى أن في الحرب حلا إلا إذا ما كان ذلك هو الحل الأخير. شعبنا الآن يمكن له أكثر من 15 يوم يعاني ظروف إنسانية صعبة جدا، الخدمات، كثير من الناس يعني يمكن هجروا وتركوا بيوتهم أو أرغموا على ترك بيوتهم. الآن الدعم السريع، ميليشيا الدعم السريع هي تحتل منازل السكان، المواطنين دروع بشرية، جزء كبير من المستشفيات تم إخلاها من الكوادر الطبية ومن المرضى يستخدمونها، ويمكن كل الرشاشات والمضادات للطيران هي في المستشفيات داخل القصر الجمهوري، داخل وزارة الداخلية، مجلس كل المؤسسات، ومركز الخرطوم كله هو عبارة عن رهينة. نحن نستغرب أنه الدعم السريع هو يعني هذه جرائم ضد الإنسانية وجرائم بموجب القانون الدولي يعاقب عليها. فهو يتحدث عن أنه هو يريد أن يحمي الديمقراطية ويريد أن يأتي الديمقراطية. هل الديمقراطية؟ الديمقراطية لا تأتي بالانقلاب، الديمقراطية لا تأتي باستخدام المواطنين كدروع بشرية، لا تأتي بالسلب والنهب، ولا تأتي بالاغتصاب. كل الذي يجري هو يعني جرائم حرب مكتملة الأركان، وما يعني يجعلنا نستغرب أن يعني كثير كل المجتمع الدولي صامت. حتى البعثة الأممية المنبهة، واحدة من محاور الاستراتيجية اللي هو دعم الانتقال والسلام، تخشى أن تتحدث عن هذا. هنالك خروقات واضحة جدا للقانون الدولي والإنساني، والكل صامت. نحن قوات مسلحة بموجب الدستور وموجب القانون، نحن مسؤولون عن حماية هذه البلد، مسؤولين عن حماية مقدراتها داخليا وخارجيا. الدعم السريع، هذه الميليشيا حتى لما سن قانونها كان لإسناد القوات المسلحة، هي لدعم القوات. أنتم تريدون إدانة دولية إلا بإمرة القوات المسلحة. سيادة الفريق، أنتم تريدون إدانة دولية ضد ميليشيا؟ لا أقول إدانة دولية، أن هذا هو الطبيعي. إنه الذي يجري مخالف لكل شيء، للإنسانية، للقانون الدولي، للقانون، وينبغي أن يدان، هذا ما أقوله، ولكن لا ألتمس ولا أطلب إدانة، هذا ما يجب أن يكون. ونرفض أيضا يعني الحديث عن طرفين أو حديث عن مساواة ما بين ميليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة. القوات المسلحة هي الأصل وهي الأساس وهي المؤسسة الوطنية المنوطبة هذا الدور، والدعم السريع عندما منشئ بقانون في 2017 هو ساند للقوات المسلحة ويعتبر بأمر القوات المسلحة ويعمل وفق توجيهات القوات المسلحة. الآن هو تمرد على رأس الدولة بانقلاب كامل ومدعوم حتى من قوى سياسية وربما من الخارج، وأيضا تمرد على القائد العام للقوات المسلحة الذي ينبغي أن يكون تحت إمرته. هذا بالنسبة لنا التمرد كامل مكتمل الأركان، لو خلينا كل القوانين بالقانون العسكري، هذا تمرد كامل وعمل كبير وحميتي يستخدم جاهلا لتنفيذ أجندة. لأن هذه الحرب التي تدور هي ليست حربه وليست بين جنرالين كما يصفونها، هذه حرب أكبر من حميتي، وهو أداة تستخدم سواء كان من سياسيين في الداخل. ولكن سيادة الفريق كما تعلم منذ اليوم الأول